سلام عليكم هبة، لاباس عليك؟ اه انا نصور بعدا نهضر شي شويه. سلام عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم. انا دابا كاينه في واحد العروبيه الباديه، جهه الضيعه. المهم الضيعه بالنسبه للعربيات اللي ماشي مغربيات، اللي كاينه جهه فاس. ودابا موسم جني الزيتون، وبغيت نوريكم هذه الاجواء. جينا عند لا فامي ديالنا، فاميلي العائله ديالنا، وداروا لينا تغدينا عندهم. المهم دوزنا نهار زويون، الحمد لله كانت الشميشه. ودابا هنايا عطاونا، قالوا لنا تروح يدو الزيتون. ودابا بغيت نصور لكم انا ماما وراجلي واختي كيحيدوا الزيتون من الشجر. يلا انا غادي نوريكم. هذه هبه، هذه هبه، وهذا كبور كيحيد الزيتون، وهذه عواطف، عواطف، وهذا ادم. ادم راه هي ماما، ماما كتحيد الزيتون. راه ما كيعدكمش. لا ماما ما كيعدش، مسكين راه ما كيشوفش. شوفوا تبارك الله الشجره عامره بالزيتون، ما شاء الله ما شاء الله. هذا العام كاين الخير في المغرب. بغيت نوريكم يعني الزيتون كيفاش داير. حنا عندنا في هذه المنطقه هذه ديال جهه فاس، الزيتون ما شاء الله عامر ما شاء الله. ولهيه كاين كبور حتى هو كبيبير. كيقطف الزيتون. هبة دويبة، هبة دويبة الكديديبة. شوفوا شوفوا ما شاء الله على منظر شحال مزيوان. دابا انا كنصور وكنبقى نتلاف، يعني ماشي كنشد يعني كاع المنظر الطبيعي اللي كاين هنايا. كنبقى شاده واحد الشجره ولا كنتلف. المهم انتم بغيت نصور لكم، شوفوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، خيرات الله سبحانه وتعالى ما شاء الله. صراحه يعني ملي كتجي لهاد الضيعه هادي كتحس براسك مرتاح نفسيا ودمغيا وجسديا، يعني ما عندكش شي الام. ولا الناس اللي كيبغيو يرتاحوا نفسيا خصهم يمشيو دائما للباديه. بغيت نوريكم يعني الارض كيفاش دايره. وي هبه راه تابعك كتصور. وييه هذه هبه زوينه، هذه هبه سميتها هبه، هبه زوينه. شوفوا ما شاء الله الديك، عاد كلينا واحد الديك بلدي لذيذ جدا تبارك الله، كيجي لذيذ. وهنايا بغيت نوريكم راجلي حتى هو تيحيد الزيتون، انا نوريكم الزيتون اللي حيد. تبارك الله، ها انتم شوفوا الزيتون اللي حيد. هذا الزيتون، الزيتون ديال منطقة فاس ما شاء الله ما شاء الله. كوم دانيو، دابا غادي نمشي لشجرة واحدة أخرى. هبة واش تقدري توريني لنا البقيرات؟ أجي ورينا البقيرات اللي عندكم، قولي لنا شنو هادو. هادو العجيلات ياك، هادو وليدات البقر. شو شحال صغيرين هادو، العجل، العجل وليدات البقرة صغيرين. دابا راه كيتسع باغي ينطحني. المهم خرجهم ولد عم ماما باش ياكلوا شوية، يا كهيبة. وهذا آدم الباسل برزطني في راسي
سمعتوني ادم هبه برزتوني في راسي. هذا ما انت غطيح ولي تحتي والارض ماشي تراب ماشي يعني الطين. دابا ادم راه جالس يتمرغ ليا في الطين. هادو البقيرات صراحه يا البنات بغيتكم تجيو لهاد المنظر هذا زوين صراحه. ما عرفتش علاش كاينه الظلمه. واحد المنظر زوين بصراحه. نعم انتوما مازال عاد كنصور لكم منظر زوين. منظر زوين ديال الجبال كاين هنايا في جهه العروبيه ديال فاس. ياك تشوفك ليه الكاميرا ها كنصور باش نحطها في عندي. نعم شوفوا ولدي انا جاب لي وريضه. هيا هبه حتى هي حيدت ورده. شدي فمك هيبة هكا هيبة يا هيبة الزين. ليه كاين الغنم ولي كاين الدجاج. كانت واحد الدجاجة بوليداتها ما عرفت فينا هي. ليه كاين الفولة ماما. هذا هذا فولة تبارك الله. ها حرتو نهار اللي جينا في اللول.